السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي، فين ما كنتم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله اليوم جيتكم بهذا الاقتراح، هذا غراتان بالبطاطس، بطاطا مع صلصه البشاميل والفرماج، بدون لحم، بدون دجاج، بدون لحم مفروم. جربوه ان شاء الله، وغادي ان شاء الله يعني يعجبكم ويولي ان شاء الله عندكم معتمد. وسورتو بالنسبه للوليدات، الوليدات راكم عارفين ما كيبغيو لا لحم لا دجاج، اغلبيه الوليدات كندخلوا لهم هاد الوصفات هادو باش يقدروا ياكلوا. المهم كنوعوا لهم شويه، بقاو معايا ان شاء الله باش ندوزوا للمقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير ان شاء الله ديال هاد الكراتان، غادي نحتاج هنا واحد الكيلو حتى الكيلو وربع ديال البطاطا، والكميات البطاطا يعني كتحكموا فيها على حساب الافراد. انا المهم هاد الكراتان ديال غنديرها ديال 4 الناس. عندي هنايا البطاطا غادي نسلقها بالقشور ديالها، انا ما كنزولهاش القشره، لان ملي كتسلق كتضيع يعني داك المنافع كلها كتمشي في الماء. كنديرها بالقشور ديالها كتسلق، ومن بعد غادي نزولها لابو القشره ديالها ونكملوا طريقه الخدمه. وبالنسبه لاصوص بيشاميل كلشي عارف كيفاش كتخدم. عندي هنايا جوج معالق ديال الزبده، وهنايا معلقه ونص حتى جوج معالق ديال الدقيق الابيض، يعني هذا هي كيفاش بغيتو السمك ديالها، واش خفيفه ولا ثقيله، ولا يعني الطحين هو اللي كيتحكم في القوام ديال لاصوص بيشاميل ديالكم كي بغيتو هادشي. وعندي هنايا نص سيترو، نصف لتر الحليب. عندي بطبيعه الحال الفرماج رابي، هذه حتى تطيب يعني حتى نطاليوها ونديروا لها لاصوص وكنديروها من الوجه. وهنايا عندنا الملح حسب الذوق، وعندي هنايا شويه د البزار، فلفل الاسود ما تكتروش منه باش ما تجيش الكراتان حاره. وهذه الكوزه ضروري راكم عارفين الكوزه كنسمو بها، او جوز طيب كنسمو بها صلصه البيشاميل باش كتجي لذيذه. المهم هادو هما المقادير ديالنا ان شاء الله هاد الكراتان. المهم هنايا البنات في كاسرول غادي ندير هاد البطاطا ديالي في الماء باش نسلقوها. المهم غادي نحاول نقص، غنديروها ان شاء الله تسلق ونرجع معكم. المهم البنات انا رجعت لكم بعد ما تسلقات لي البطاطا ديالي. هذا هو المول اللي غادي ندخل فيه الكراتان ديالي للفران. غادي نحاول نقطع هاد البطاطا ديالي، قطعها دي مورسو هكا. غادي نمشي معها كلها، غادي نقطعها هكا كيف تقدروا. الا بغيتوا ما تخليوهاش دي مورسو، ديروها على شكل بوري. كتقدروا تخدموها هكا الا عندكم طحانه، ولا تقدروا يعني تطحنوها هكا. انا كندير مواتي هكا ومواتي هكا باش كيجيو داك لي مورسو فيها. غادي نطحن شويه هكا، وغادي نخلي شويه يعني يجيني دي مورسو. من بعد ما ساليت البطاطا ديالي كلها، طحنت تقريبا لا مواتي ولا مواتي، قطعتو دي بتي مورسو. غادي تدوزو معايا باش نصوبو صلصه البيشاميل او لاصوص بيشاميل اللي غادي تمشي لنا مع هاد الكراتان. المهم هنا البنات غادي نجيب لاصوص بيشاميل ديالي، غادي ندير الزبده
غادي ندير الزبده، هنا ان شاء الله من بعد ما دارت الزبده غادي نضيف الطحين ديالي وغادي نحركو حتى نطيبو. وبعد ما يطيب لي ان شاء الله الدقيق ديالي غادي نبقى نضيف شويه بشويه الحليب. هنا غادي نبقى نضيف شويه بشويه الحليب وغادي نبقى نحرك. هنا من بعد ما طيبت صلصه البشاميل غادي نضيف هذا الفلفل الاسود والملح وغادي نحك ندير جوز طيب او الجوزه تجيبها لذيذه. هذا جوز طيب او الجوزة كتجي لاصوص بها زوينه لاصوص بيشاميل، اي ما تكتروش منها. وغادي نخلط لاصوص بيشاميل ديالي هي هادي، هاد المرحله البنات غادي ندير الفرماج غابي، غادي نغطي هاد الوجه هذا هكا الفرماج غابي. هنا غادي نضيف لاصوص بيشاميل ديالي هكا، بعد ما درت لاصوص ديالي كامله غادي ناخذ الفرماج اللي بقى لي وغادي نديرو على الوجه الكراتان باش يعطيها داك تجي كراتيني من الوجه ديالها. غادي نديرو الفرماج ومن بعد ان شاء الله غادي ندخلوها للفران غادي تكراتينا شويه ونخرجوها ان شاء الله. البنات الكراتان ديالنا هي هادي، ها هي وجدات، ها هي من بعد ما خرجتها من الفران كتخليوها شويه تشد راسها عاد كتقطعوها تتقبض فراسها شويه. غادي ندوز ان شاء الله ونقطع معاكم ان شاء الله هاد الكراتان باش تشوفوه كيفاش جا. المهم الكراتان ديالنا هو هذا البنات، هانتوما شوفوا كي كيجي راه مازال سخون كيجي لذيذ. هانتوما تيجي لذيذ، جربوه ان شاء الله وغادي يولي معتمد عندكم كيف انا عندي معتمد ان شاء الله. نقول لكم
شكرا على مشاهدة الفيديو، واللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصل له كل جديد ديالي، وما تنساونيش من لايك وواحد تعليق محفز في محتوى الفيديو باش نقدر نجيكم ان شاء الله دائما بجديد وبوصفات ناجحة. ني غادي تنجح معاكم كيف ما كتنجح معايا دائما ان شاء الله. نقول لكم في امان الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله وفي اقتراح اخر ان شاء الله. السلام عليكم.